بشار كيف حالك؟ يا مرحبا. كيف انت؟ الله يسلمك. احمد نعيمي من صدقاننا ويراننا في مدينة محمد بن زايد. الشباب الطموحين ما شاء الله عليهم على الله يحفظه. لكن في فرق، نحن سايرين لندن وهو وين الله يحفظه ساير؟ الامارات. على الله ييسر اموره ويحفظه ويوفقك يا رب العالمين. نطلب من الله ثمك انك تدعانا كثر ما تقدر. ان شاء الله تدع وتدع ابوي حق ابوي بلادنا حكومتنا تدع كثر ما تروح. اكيد بالشيء اللي الله مصايب قدر انك عليه. على الله يحفظك ييسر اموره. امرت مقبوله ان شاء الله حبيبي. الله يحفظك. الله يحفظك. دعت الله حبيبي. ها ابو خليل شو الاخبار؟ بالزعلان اكيد حد يكون وياك يزعلون. سايل لندن أكيد. سايل لندن وزعلان هالنوار. لا الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مثل ما تشوفون انا في الطياره على متن طيران الاتحاد، طيراني المفضل. اللي لفت انتباهي احنا الحين مضطرنا خلاص، الحين جري بنوصل مطار هيترو، وصلنا لندن تقريبا باقي ساعه. النرسة يوم جتني، النرسة المضيفة يوم جتني تقول لي تبريو، قلت لها شو عندكم؟ قالت لي المنيو، قلت لها خبريني. قالت لي عندنا بلاليط. بلاليط؟ قالت لي هنا. قلت لها يبي لي من البلاليط. توقعت انه ما بيكون بلاليط، يعني بيكون شيء شبيه للبلاليط او بلاليط مخدوم خدمة عادية. ما وعيت الا مثل ما تشوفون هاك البلاليط الحاف اللي ضاول الريج يبري العليل اللي على يمه، غير نمونة بلاليطهم. لا هبلا بلاليط، بلاليط و... والقيمات ويا القيمات ويا. شوف عجبه عجبه. إبراهيم بالتوفيق. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابو محمد. ربحها كانت ديب سليب. يا الله رجعت رقدة ولا أروع صراحة. زادت ما بميفن. طبيعي هذا الرجال اسمه كرم من هالوين الشارجة. جيت عاد اتخبرها اقول له الحين انا ساكن في فندق، ابراهيم في فندق، وانا ظهرت من فندقي ابارد اريد اسوي سبب حق. قال لي ابوي تسوي في الدوكس في صيدليه تسمونها اي بوتس، بوتس هاي اللي يحطون رصيد حق التليفون. ورجال ويا حرب فيها يتكشتون يتمشون مبسوطين. شو رايك؟ الله يسلمك. الله يسلمك حبيبي. الله يحفظك. الله يحفظك. يلا وكيل قمض برج ودرت الجماعة هل الشارجة ولقيت هذا أبوي بن دلموش الله يحفظه ما شاء الله في إكسفورد. وهذا أخو أحمد سعيد البوشي. لخير اسمك زي أنت ما أعرف. حميد. حميد سعيد. هي أبو سعيد أنت أخوك ويا ربيعي في الأدية من 40 سنة. على الله يحفظك. الله يوفقك. الله يسر أموركم حبيبي. عادة لازم أرويكم حجرتي. كنت عاد سبحت الحين وخلصت عينت من الله خير وصليت وما خليت شيء ما سويت ودعت وتفرقت وحالتي لله. شو بقولكم أمور. وهذا حمامها حجرتي. وهذا أنا شو ما شاء الله علي رقم واحد. زين يقدر يظهر لي. إيه والله زين. أو هذا المدخل وهاي حجيرة. حجرة حجرة لا هكبتها حجيرة حجيرة يعني حجرة يعني مركض خيل. لا حجرة يعني حدا حق قيس اللي حق نوم. أنا بين حق رقاد شبريته كم مكبرها. الحمد لله زين. يلا أنا بس خلاف عادوا تشوفون حجرة إبراهيم. غرب الله تعدو إبراهيم. غرب الله توياها من حظة ما مرات الفندق شوية تستجبي و يعني هو الفنادق كلاسيك يعني القديم قديم 100 سنة عمره. شو تبوني يلق هب مال صدع وديانه ما بمال صريخ ولا بمال بغيم. يعني هادي زيادة على اللزوم الفندق ما بمال قرقعة يعني ما بمال بندريج وزعيج. ايه من ابوه غمض برج. شو ايه سبحان ما زين يا ربي استغفر الله العظيم. ترى اسوي سوال ها شوفها كل ما ميتين ها اللي يسكنوها كلهم شد ماتوا. ممنوع اترب 6000 في اللوبي ها كلهم ابوي ميتين اللي يسكنوا في كلهم ماتوا. هذا بعد باجي ها كلهم ابوي طولتهم سلمة. هذا وين ظهرت انا الحين الاسانسيرات وهذا السبشن مالهم صغيروني.
وهناك مطاعم وما تشوف كل شيء داخل فندق 50 زين لكنه تحس كأنك جالس في متحف من المتاحف لجدام قديم قديم ما في ريحة يعني يسمونها هم يسمونها عراقة هم يسمونها الأجانب عراقة وهاي الحديقة اللي قبل خبركم عنها حديقة معلقة وهذا السلفرج هذا السلفرج فرحصاه كسرها في الجامع مال السلفرج وهذا واللي يقولون عنها الغرفة المنحوت النحت هذه الغرفة المنحوتة اللي يطرونها ويصيحونها هذه الغرفة المنحوتة غرفة زينات نظيف وهادي وهم شيء انه في عين الماء تظهر من بوابة سرفرج البسطانية كان خوش واحد امنه دين بوابة السلفرج مرة هذا الباب وهذاك المحراب فندقية وفندق ابراهيم ما يقارب اظني 500 متر هو خلف البناية هذه خيب عنبو كان قطار يعشور وهو يمشي ما شاء الله على ابراهيم فاد حي وحظه ابدا طايح واجف ويا حظه مرة هذا حين شارع اكسفورد وين البناية هاي الحمراء لفيت انا يمين بناية وحدة هذه وهذا فندق ابراهيم مشاهد هالحديقة العودة ما شاء الله عليك يا ابراهيم حضيض حضيض فندق شرح وحجرته هشرح عن حجرتي هي والله بغيته يعطيني حجرته واعطيه حجرتي ما ضاع رشيت لين تشدوا اصوركم فندق ابراهيم من داخل اسمه فندق حياة ريجنسي هذا فندقه مرات جميل يعود ومطاعم ودنيا اشرح عن فندقي بلك ودي الله تعذبك يا ابراهيم ويا من حظ يوم يقول علي حظي فلا الصخر هذا يقول علي حظي فلا الصخر اي والله شرح فندقه شرح 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 الى ابعد الحدود هاي حجرة ابراهيم صور حجرك حجرة ابراهيم منك ما برمس ظهره هو متلبس لكن شيء هم اللي يلبسون على البرد هذا الضيجات وهذه ما شاء الله جسم يجنن هاتوا وين وقفت هناك وصبوا لكم فندق ابراهيم وتوحى رب الله ابراهيم بيكون حظه ابراهيم بردان لين هكذا؟ لا لا برد موت والله ما شيء برد ابراهيم ما حد الا بسم الله حد ورانا ما حد والله انه مو متاثر الا انت ابراهيم تحمل حتى ترى وراك اها يا ويلك ابراهيم حيا اي والله حيا اي والله وين انت؟ ما اشوفك ابراهيم شيء برد لكن مبلغ هالكذا متعود العرب كلها كم ظاهر روس سله انت اذا في البلاد بموت برد عندهم يستقل صلبوخه حصاه كم مكبرها طعشوا قده نحتوها وعدلوها وخلوها ابوي كرسي حق آدمي متين هذا واحد وسط هذا واحد قصير مدربح وهذا واحد عاد شويه كبار السن كبار السن ليش عاد لانه يجلس على يم كبير السن ما يبى حد يزاحمه في الجلسة فلذلك هذا انا في اعتقادي يعني واليوع اللي في الدنيا ابوي كله فينا ابراهيم ابوي اول ما يحط راسه ورقد وانا ابوي لين سرت وما تشوازمت شوي وحده وهنتين لين طفيت ساماني وظهرت ساماني ولا شنار يعني خدت وقت والحين عاد اليوع لي في الدنيا كله فينا الحين نطيع مات هناك ومودني لهنا ابو المر العام احب نصير بناكلنا شيء وبرد عاد عندنا شغل الساعه 5 في سلفر
يا ابوي ربشه ربشه لندن ربشه مرتبشه ربشه كان شيء بلا ترتبش فهي لندن حاليا عاده الربشه اللي في الدنيا كلها فيها هذا اللي يميزها لندن فيها المناسبات خنيخيشات معدله ومزينه وغادي يبدا شفت العيوز المعدله دازه بالحيل لابسه فساتين بنيات هنمونا وصف لندن الحين هنا شرات الحرمة العودة في السن عمرها فوق 80 وداز بفستان أدلع كلوش ودلع يا بوش هالنمونة هذه لندن الحين ترى لندن هي عيوز ولبسها الحين لبس بنيات ها داز بالحيل كله يارك الله يارك الله بلاك لا تصيح دموع من البرد إبراهيم ما شيء برد حرام عليك تلاقينا العام صح؟ مثل هالوقت وصورتي وراوين الصورة زين تعرفين ليش اختربت؟ قلتي لي بتعطيني 10 باوند علشان الصورة ما عطيتيني صح؟ عطيت بس انت قلت شو خلاص شلي شلي لان شفت شوي والصيحين بغيت الصيحين هاي الساعة قلتي حرام ما يعطيني اياها ما عندي لهن تذكرين؟ لا هي انا اتذكر زين الحين سوينا فيديو كام مطولة شو رايك؟ برايني انزل الفيديو شكرا زين تعالي انا نسيت اسمك مي مي انت من وين اي ما شاء الله عليك يا مي عندكم اجازه شيبتي نتائج زين ولا عاديه وهاي اللي وياك مني هاي صغيرونه بالله عدوها ما طاعت مقصره اوكي مي تعال صفوي تعالي مايا والله ما طاعت جينا في المكان للعام نقعين عنه صايح عيدونه الكراميلا اللي قلنا لكم الكريم كراميل اللي دبة حياتنا ناكل كريم كراميل هذا ترى اللي كنا ناكل دبة الحياة كان تقليد وهذا أبوي الأصلي موجود أبوي عندهم في لندن وثارنا اللي ناكل دبة الحياة تقليد ريج منو إبراهيم؟ ما اسمع هذا عيسى اخو شو اسمه انا نسيت ها ما ادري خضاحي خضاحي ايوه خضاحي من هالصاوي هي حليل رد السلام عليه هي اللي مضيعت لنا همه تلقطه في اكسفورد اللي مضيعت لنا همه تلقطه ابوي في اكسفورد اللي مضيعت لنا همه قتل قطبين في اكسفورد يا امي لا تصير الدورين لا شرق ولا غرب بتلقطين في اكسفورد وليدش وليدش بتلقطين في اكسفورد مرتغد وليدش في اكسفورد ابوي لا تدورين لا شرق ولا غرب ولا تعبين عمرك كثر ما تعبتي بتلقطين ابوي لهني دمبك ساير دمبك يا يوم يقول لك اللي يشوف القلب ما تشوف العين الحين من مليون سنة تخطرف في هالشارع ساير ياي ساير ياي ساير ياي تخطرف ساير ياي من مليون سنة ما شفت هالمبنى اللي تشوفونها صغيروني ما شفت أول مرة أشوفه سبحانك يا رب بالرغم أني من مليون سنة واتخطره ساير ياي ما شفته هاي يوم يقول لك يشوف القلب ما تشوف العين هي والله سبحانك يا رب من هالوين انت ابوي؟ هل مجيبين والله والنعم والنعم من حالك اهلين نورتنا والله جايين كشات ولا ايه ايه ولا تدرسون ولا شو؟ اجازه طارين انتم هالوين؟ ايه زين 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 اربيعك ما يبي يصور صورت مال قصب زور يوم اقول لك بالمر وبالمر هذا بالمر اي والله يطريك اليوم اي والله قبل شويه كنا ما كنا قبل شويه تقول وينو؟ نعم صح سبحان الله وحين شفناك خبرت انت متابعينك عن برنامج السنه؟ لا ولا مكان بيعرفون متابعينك برنامج السنه زين علي ما علي يعني تسلم من باتر دق الحديد وهو حامي ما بنضيع ولا يوم الله يحفظك الله يسلمك ما تقصر يا بالمره ويتنا اماكن ما شفناها الله يسلمك ضروري السنه جوله رقم واحد جوله بس ما في شيء علن ها لا كله سري خلاص بعد هلا هلا حك عاد احمد كيف حالك؟ الله يسلمك ما يتحرنا نصوره ليلك انت ابوي زين كيف الحال؟ هلا مليون مرحبا مليون وليس
سد الله يسلم وحير بيكس حقه بلا ما يبي يصور ما ادري يعني قاف على حد ولا قال لهم انه ساير بكل العمره يتحرم ما شيء وادم ها ابراهيم وين الابتسامه وين الابتسامه وين الابتسامه وين السمايل تحرم حتى في البلاد تحرم حتى في البلاد نعم بالمر نحن وين هذا المكان شو وين تعرف هالخناخيش والله وراسم عندك غالي انت يا ابني انت ما قلت لي بس الكوفي شوب اللي ورا السلفريج قلت لك كوفي ما اعرف اسمه انا هذا ابويا ابن هذا محل مال قهوه هلا محمد هلا بالبركه هذا اخويا عبد الله كيف انت حي حي رجال اسمع عبد الله السلام عليك قرب ابوي قرب قرب ما عليه سامحنا سيده التصوير محل سيده التصوير لا هود ولا هدا أقول لك وايدين يعرفون هذا ها والله هل بالكوفي يعرفون كوفي مميز رقم واحد هي والله قهوته تتلاها حموضة في ثمك تانس تطعمها شيء جميل خرب الله التم هاي الله أكبر عليك يا الساحر متلاد ما شيء تعال ياي متلاجي وياهم من كم من يوم في مرسى البطين في العين في دبي في ابو ظبي ما لقيت بنيات صغار واقول كل سير مطعم هاي ابوي الحين الرجال توي راويني صورهم من شي يخصونك هاي يا العمي ولا زعلان بس تيجي ذاك تربع زين وانت منو؟ محمد خليفه زين وهذاك من اخويا زايد والله والنعم ايش حاك زايد؟ كيف انت؟ لازم ياك ولد تسميه خليفه يا ويلك سمى خليفة حق اسمه خليفة بن زايد وانت شو اسمك محمد تعال شو بتسمي انت سم خالد بن محمد بن زايد زين يلا الله يحفظكم اسمها زيرة منو ابراهيم هاي الاميرة اي اميرة شوفها كلها ذهب والماس خس الله تاكل ذهب والماس انت بعد هذا الواقع عندهم ترينا هاي اللي جاي هالاثنين ما يدروا بني الحين اللي جاي هلو I'm waiting for you here اللي ما يخبر بس ما صور وياه منو انت قبل انت وينو الحس على حسك منو زي وانت والله والنعم اسماعيل اشوف الله عليه ما شاء الله عليك اسماعيل ما زينك هذا ابوك اللي ورانا ما شاء الله عليك كوبي ايه مرحبا برعيه الفجير مرحبا ايش حالك امايا كيف انت مبسوطين كل شيء زين منو هاي عدالك ما تبى تظهر زين هاي منو بالله كل ياس صورنا من هناك هذه بعد اختي زين الله يحفظكم هي الله يحفظكم الله يحفظكم ماي الله يحفظكم مع السلامه This is Steven. He don't need me to take a video for him. Come here please. What about that place? This is the new restaurant at Selfridges. It is called the Brasserie of Light. This sculpture is £2 million. It's crystal by the famous artist Damien Hirst. Uh-huh. No booking, no reservation till February. 11,000 bookings made since they opened. What the kind of restaurant is this one? Every kind of food, but mainly English food is there. English food, and they have fish, and they have steak, and they have this. But really, 11,000 bookings when it opened last month. No table. From when do they start? They start. Uh-huh. They start in the morning uh-huh. for breakfast. You uh-huh. can go breakfast, lunch, and dinner. Dinner till 12 o'clock. There you are. But you must make reservation because they don't. الله عليكم الأمم شوف الأمم
جنه العرب ين وين 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 هذا ابو سلمان من صور القيبة اللي عداله هذا اظني عطنا مقفاه الصلحي توقع انه الصلحي وهن الصلحي يهنمون مقفاه وانكم هو ها ما ظني هو لا والله ما بهو بخت عينه لو هنمون ما بهو سلمان سلام عليك وسهلا مرحبا كيف انت حالي حالي ازين واجمل والطف يوم يوم انك جيت اي والله يلا بسك بغير فندق تعال فندق لا احنا نغير فندق نجي فندق زين لا فندق يا ابوي مره مال متقاعدين اللي عمارهم فوق التسعين وغالي هي والله يا رجال يقولك كان حق لويس اللي ما تهم 7-18 مدري ويش خلوه تعال ما يثير تكفى ما يهمك زين رجال منو مشاري الراج هزيه كله اي والله اسمه مشاري ايه. تبارك الرحمن على الله يحفظه على الله يبارك فيه وهالرجال هذا شاعرنا والمنشد بندر بن عوير والله والنعم وهذا ها هذا ما يبي معرف ابراهيم توفيق وهذا الرجال الفنان هذا ابو بجات الله 10 راس على العالم في القنص والمقانيص والمكاشيت والله مليون النعم مليون النعم هاي الكلام عندهم حسابات شو سالفة الجماعة اللي عنده حساب يعطينا حساب اي هذا من المشاهير اي هذا حساب سناب لو سناب زين وهذا الرجال وهذا ابو بجاد عنده زين علي يعطينا حسابهم ابشر تسلم يا حسرتي يا وجودي يا كسر قلبي وعودي عليه لحظات وداعه الله لا يسقي وداعه عليه لحظات وداعه الله لا يسقي وداعه راح وتركنا إلى حالي فقدت أنا أغلى حلالي راح وتركنا إلى حالي فقدت أنا أغلى اللهم زيان فراقه سلامتكم لبى والله عينك يا سيدي الله يرحم والديك حبيبي ولا عدمناك يا حبيبي طول عمر ويعز ولا يعز عليك معروف طيب غالي يا تاج راس الله تاج راس الله تاج راس وانت بعد كذلك حبيب روحي والله يعني ما خلى منك يعني منك مبارك كيف تكون تبون الصدق اني انا كان في خاطري يوم اتمشى وارتقد وافتل فل ابوي اليوم في هالبلاد الفنان وفتون واصلين اليوم يا غير التعب ليه في الدنيا كله فيه وابراهيم ما شاء الله عليه شبعان رقاد لا والله والله انك شبعان رقاد لين قلت شبعان راقد 5 ساعات في الطيارة هذا الطيار ما ينحسب لمراد اي والله الاخبار الجديدة اني الله يحفظكم باكر قلت لهم ابوي يحاولوني من الفندق هذا فندق التيار هذا العود الفخم الزين اللي عيست وين كم من يوم ارمس عنه يحاولوني عنه بسير ابوي بتحول بسير تشرشل وين ساخر ابراهيم نارم يستغنى عني وانا نارم استغنى عنه لا ابراهيم ما رمت عنبه بتاكلني هالوحشه في الفندق هذا هادي ما ترم ممنوع حتى ترمس في اللوبي اي والله اللوبي اللوبي يوم تسمع مسج لو جياته يوم قالوا لك بند التليفون نحن مكاننا ابوي ما بمال رمس التليفون ولا ترمسون ولا تصورون ولا شيات ولا تسوون حس والله يا ابوكم احتديتني اظهر من قلت حق الشركة أبوي الله الله فيه طال يتيبون عندي إبراهيم نجلس في مكان واحد يأسير عنده حاولوا وياهم قالوا إن شاء الله طالكم طيب نحصل لقطنا لكم مكان أبوي عند إبراهيم لو بغيت اليوم تتحول زين بغيت باكر تتحول على هواك نشوي يا أبوي المفتاح مال تشرشل وبسكن أبوي عند إبراهيم إن شاء الله
والفندق هذا ابوي على بخير وسهاله زين الفندق، لكن ما بأنا ما شايف في حركه ما المتقاعدين مره عاد المتهردمين. قلت انا متقاعد وقلت انا عاد مره ما تم في راسي حب يبال طحان كل مطحن كم بلين هكذا انا ابو مره عاد ها هس هس هذا فندق سلام. هي والله وانا وين ما داعي فندق فندق كنت تمزح والله صدق طرف هذاك انا اروح مني سبع الكذب والله ما اعرف والله والله تصير وينين هناك هذاك اوصل الشارع بعدين تلف يسار ايه ثاني اذا كنت رتبت ساماني واظهرت سامان ليش لا تفضيتن كلهن حطيتن ابوي ظهرت كل اغراضي صففته ما دريت اني بتحول ما دريت اني بتحول زين والله يا المكان ما شي شراته لكن موحش شابي المكان شابي ولا فيه ما بيومين بيلس لو ثلاثة بيلس أنا أسبوعين 15 يوم بيلس كني ساحر لا والله قرب الله إبراهيم ويا من حظ فندق إبراهيم في حياة وقرقعة وصدع وديان وحركة ساير وياي عرب حيين يعني يعرفوا كلهم مظلم شابي وهيوهم. بسم الله الرحمن الرحيم تدروا الساعة كم؟ الساعة 9 رقدت الحين رقدنا الحين متبنش 4 الفجر هيروح حسالفه.